تحول لبنان في عام 1984 إلى مناطق نفوذ تقاسمتها الميليشيات المختلفة. في بيروت الغربية أدت انتفاضة السادس من شباط فبراير إلى انهيار سلطة الرئيس أمين الجميل، فتقاسمت ميليشيات حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الشيوعي اللبناني وحركة المرابطون، إضافة إلى أحزاب صغيرة أخرى، السيطرة على أزقة وأحياء هذا الشطر من العاصمة. كانت بيروت الشرقية تبدو في حال أفضل، فميليشيا القوات اللبنانية كانت تبسط سيطرتها، تشاركها بعض ألوية الجيش اللبناني التي تدين بالولاء إما للرئيس الجميل أو للقوات اللبنانية. أدرك الجميل أنه لم يعد بوسعه استثناء دمشق من مجريات الأمور في لبنان، فتوجه إلى سوريا والتقى الرئيس حافظ الأسد. انعقد مؤتمر مصالحة وطني في جنيف وتلاه آخر في لوزان بسويسرا. لعبت السعودية وسوريا دورا أساسيا فيهما. كانت المحاولات لإحراز تقدم في المؤتمر تصطدم بعقبة الإصلاحات السياسية في البلاد. ربما آنذاك يعني الجبهة اللبنانية الممثلة ب كيمين شامون وبيير جميل استفادت من جو، إذا صح التعبير، الجو المسيحي أو الشعور المسيحي لرئيس فرنجي الذي رفض صحيح التنازل عن صلاحيات رئيس الجمهورية. صحيح هذا الشيء. فرنجي كان السند الأكبر لنا في مؤتمر جنيف عندما رفض بشكل مطلق تعاون الجبهة اللبنانية حكم أمين جميل من خلال اتفاق 17 أيار، لكن فرنجي تصلب فيما يتعلق بالمواقف الداخلية في لوزان. كنت أتناول بعض الصور لما يسمى، سميتهم أنا ذاك يعني المومياءات اللبنانية، ولا نزال نملك مومياءات حتى الآن. لاحظت أن الحوار في لوزان حوار في الماضي عن الماضي، وأن المتحاورين باستثناء القلة منهم، ولا أريد أن أدخل في الأسماء، غائبون عن المستقبل، غائبون عن الراهن الذي يبني المستقبل، وعن صناعة مستقبل يأخذ بعين الاعتبار دروس الماضي. بدأ الأمير بندر بن سلطان وسعودي من أصل لبناني يدعى رفيق الحريري ببذل جهود باسم المملكة العربية السعودية لإحلال السلام في لبنان. في بيروت الغربية نشبت سلسلة من المعارك استمرت على مدى السنوات المقبلة، كان عنوانها بسط النفوذ والسيطرة على الأحياء السكنية. خاضت ميليشيات الحزب التقدمي الاشتراكي وحركة الناصريين المستقلين المعروفة بالمرابطون إحدى هذه المعارك بعيد انتهاء مؤتمر لوزان. انتهت المعركة بوقف لإطلاق النار وسقوط عشرات القتلى والجرحى. في الجنوب توفي الرائد سعد حداد وحل مكانه اللواء أنطوان لحب على رأس ميليشيا جيش لبنان الجنوبي المتعاونة مع إسرائيل. بضم جبر واحد من الاراضي اللبنانيه. ضغطت سوريا على الرئيس الجميل لإلغاء اتفاق 17 من ايار. وتظاهر لبنانيون في الجنوب المحتل ضد هذه الخطوه، وكان وزير الخارجيه السوري عبد الحليم خدام يضغط على الجميل للتعجيل بإلغاء الاتفاق. وكان في وعد من قبل الشيخ امين انه راح يطلب موعد من الرئيس الامريكي وبالتالي يجتمع فيه وغيره. يعني بوقتها كان بلش الشعور السوري انه دور سوريا في المنطقة بدون شك تعدى الدور اللبناني حتى بوجود الرئيس جميل على 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 رأس الدولة اللبنانية. وبتذكر كلام يعني ابو جمال قايله للشيخ امين انه ما عطوك موعد، اذا بدلك نحن بنطلب لك موعد. يعني بمعنى انه نحن شعرين انه نحن الامريكان بحاجة لنا اكثر ما يكونوا بحاجة لك.
أثمرت اللقاءات اللبنانية السورية عن إلغاء الرئيس الجميل لاتفاق 17 من أيار مايو وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها رشيد كران. لاحقا عندما شكلت ما يسمى حكومة الوفاق الوطني وكانت حضر عبد الحليم خدام، وكنت مع عبد الحليم خدام في محاولة من المحاولات العديدة لكي تستمر تلك الحكومة على قيد الحياة. يعني كنت قد خرجت من ببعض اللحظات غاضبا من هذه الحكومة، وهجمت بشكل قاسي أمين جميل، أذكر اتهمته وأنا ذاك أنه كان مثل الشخبوط، لست أدري من أين أتيت بهذه العبارة، لكن اتهمته اتهاما قاسيا. فكانت سوريا تريد تخفيف، محاولة تخفيف التوتر الداخلي، لأنها كانت تواجه ضغوطات خارجية. كان أمين جميل يشتكي من كنتم وزيرا كان وزيرا، وكان يشتكي وزرائي يقصفوني. يعني لم تتغير العادة، أحيانا تقصف بالمدفع وأحيانا تقصف بالكلام. وكذلك فقد أغلقت الحكومة اللبنانية مكتب الارتباط الإسرائيلي في لبنان. تواصلت الهجمات على المصالح الأمريكية، فقتل ما لا يقل عن 23 شخصا عندما اقتحمت سيارة ملغومة السفارة الأمريكية التي كانت قد انتقلت إلى بيروت الشرقية. أعلنت منظمة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها. في الجنوب كانت المقاومة تقض مضجع قوات الاحتلال بعمليات متتالية، وبرزت إضافة إلى المقاومة الوطنية مقاومة إسلامية. ردت إسرائيل بما أسمتها سياسة القبضة الحديدية. أواخر العام بدأت محادثات عسكرية إسرائيلية لبنانية في محاولة للتوصل إلى اتفاق أمني ينهي الاحتلال الإسرائيلي. لم تنتظر إسرائيل نتيجة المحادثات، فبدأت انسحابا على 3 مراحل إلى المنطقة الحدودية المحتلة، وانتهى عام 84 دون أن تلوح في الأفق أي بادرة على إيجاد حل لحرب لبنان. وصلت قوات الاحتلال السياسة التي أطلقت عليها اسم القبضة الحديدية، فكانت تحاصر القرى الجنوبية وتقتحمها بأعداد كبيرة من الجنود. في قرية معركة زرعت قنبلة في الحسينية انفجرت بعد يوم من مغادرة الجيش الإسرائيلي لها، فقتلت بعضا من كبار شخصيات المقاومة. وفي قرية الزرارية قامت قوات الاحتلال بمحاصرتها بأعداد كبيرة من الجنود والدبابات، واشتبكت مع مقاومين فقتل 40 شخصا من بينهم العديد من المدنيين. كانوا يسمونها سياسة